انت ليه بقى ان شاء الله مش عايز تاخدني معاك في السفريه دي؟ يا صفيا يا حبيبتي، ما انا لو خدتك معايا سفريه لبنان هضطر اخد برضه كيداهم، ولو كيداهم جت معانا هتبقى سفريه منيله ب60 نيله. وايه بقى السفريه اللي جات لك فجاه دي يا حنفي؟ يعني انا عمري ما شفتك مسافر برا مصر في شغل. يا حبيبتي انا مسافر علشان في هناك عمليه كبيره هنطلع منها بمبلغ لوز اللوز. عمليه؟ عمليه يعني ايه؟ لا يا حبيبتي انا قصدي يعني هروح هناك لبنان اجيب ملابس مستورده وابيعها هنا ونكسب من وراها فلوس كتير قوي. ايوه يا حنفي، بس انت من امتى بتفهم في الملابس؟ يا دي محتاجه فهم، ده كلها يومين ثلاثه يا حبيبتي. ها قولي لي بقى، عايزه ايه من لبنان اذا بتريدي؟ انا عايزه سلامتك، مش عايزه اي حاجه غير انك ترجع لي بالسلامه يا حنفتي. الحمد لله على السلامة يا معلم. الله يسلمك، اهلا يا فلوس، اهلا. ازيك وازي ابو سليم؟ ابو سليم بيسلم عليك وبيقول لك اهلا وسهلا فيك ببيروت. اهلا بيك يا حبيبي. اتفضل، السيارة نطلتها برا. ان شاء الله، برا فين؟ هون ولا أيوة هون؟ ايوه هون. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلا انا رح وصلك على الاوتيل. ترتاح لك ساعتين ورح امرق لعندك بالسيارة لطلعك على الجبل. ابو سليم محضر لك قعده بتسوى نوم العنب. ايوه انا بحب قعده الجبل قوي، خصوصا جبال لبنان. المهم المسائل كلها تمام، الله يسلمك. ما تحت الهم يا معلم، كله معمول حساب. اتفضل. تعجبني حبيبي. اتفضل. اتفضل. لا ولا 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 ورا. امال مين اللي هيقعد قدام؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفت. بيك وحشة طنوس والله. يا حبيب قلبي، بيروت كلها ضوت نورت. تمام يا فندم. طمني، في أخبار جديدة؟ الراجل اللي اسمه حنفي صاحب الفرن سافر لبنان عشان يجيب صفقة مخدرات جديدة. كويس، بعتوا حد وراه عشان يراقبه؟ طبعا يا فندم. طب وعرفتوا اذا كان هيدخل الشحنه بنفسه من المطار ولا في حد تاني هيدخلها له؟ احنا هنفتش الشنط وهنا يا فندم في المطار، لو لقينا فيها المخدرات هنقبض عليه وهو متلبس، اما بقى لو ما لقيناش فيها مخدرات فهنسيبه يعدي عادي ولكننا فتشنا ولا حاجه، ونحكم المراقبه عليه كويس جدا لغايه ما نظبطه وهو بيستلم البضاعه. كويس قوي حضره الضابط. بص بقى، مش عايزين يحس باي حاجه قبل ما يتقبض عليه والا. تمام سعادتك. ما شاء الله، سبحان الله، المنظر من هون يا ابو سليم يرد الروح. هذا مكان المفضل، كل ما يكون عندي هموم بيجي بقعد هون ساعه ما في شيء. ربنا يزيح عنك الهم. المهم هنعمل ايه في موضوع البضاعه؟ شوف يا معلم حنفي، انت رح تدفع المصاري هون والبضاعه بتستلمها بمصر، هيك أأمن لإلكم ولإلنا. لانه هالايام العيون مفتحه عندكم وعنا. والبضاعه بقى حتوصل مصر ازاي؟ ما تقلق، عنا طرقنا. خلاص، يبقى المصاري لما البضاعة توصل مصر. ليش يا معلم حنفي؟ مش مستأمننا؟ لا لا ليش ولا عيش، سلم واستلم. مش جايز الجدع اللي منزل البضاعة في مصر ده يتقفش، يتمسك، يتقبض عليه، ساعتها ايه؟ تضيع عليا الفلوس، ابقى دفعت الفلوس في سمك في ميه هو غني ظلموه. لا معلش معلش. ماشي اتفقنا. اتفقنا، ها ركبني بقى الترافريك. بالاول رح ياخدك على مغاره جعيتا. دي غير مغاره علي بابا والاربعين حرامي. لا، مغاره جعيتا هي قطعة من الجنة على الارض. قطعة؟ لا نروحها بس بالترافريك. يلا يلا بينا على جعيتا.